FM. الكلمة ليك سي مصطفى. مادام جبدنا على المجلس الوطني التأسيسي لو 20 نوفمبر برانسيب نهار الخميس باش تكون فما جلسة خارقة للعادة لنواب المجلس الوطني التأسيسي يعني تصحح الدستور وكيف كيف لاختتام الأعمال. برشا عباد قالوا هذا سي ان شوفو سوغ لا سوب، علاش توا؟ علاش مش بعد الانتخابات الرئاسية مثلا؟ على خاطر انطلاقا من الإعلان وفما حاجات ساعة واحد ديما يأولها في الاتجاه السلبي. يوم الإعلان على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ولا المجلس الوطني التأسيسي ما عادش عنده محل من الآراء، نولي أنا وقتها مدعو باش نستدعي مجلس نواب الشعب الجديد لأول جلسة، الجلسة الافتتاحية. هل الجلسة هذه هي جلسة لقاء بين ماهيش أولا ماهيش باش تكون في المباشر، لأن البث المباشر تنحى بالنسبة للمجلس الوطني التأسيسي، باش تكون جلسة داخلية باش يتلقاو فيها النواب بين بعضهم، وتكون مناسبة آخر مناسبة باش يتلقاو مع بعضهم في نفس الفضاء تحت نفس القبة، وباش نمضيو الدستور اللي هو مساهموا فيه. يعني هي أكثر منها رمزية منها جلسة، معناتها بكل ما في الكلمة من معنى، معنى. حتى امباكت في عود باش نتلقاو في قهوة، باش نتلقاو في المجلس ولا. وفي عود باش نقعدوا نهدروا بوريان، باش نتقابلوا ونصافحوا بعضنا ونمضيوا على هالنص هذا. كانوا نجموا نحلوا النص هذا ونقولوا اللي متعدي من بارد ويجي صحح خيرنا، باش يكون اخر لقاء نتقابلوا معاه وان شاء الله يكونوا 217 حاضرين. لا يكونوا حاضرين، اذا كان ما همش حاضرين حتى اللي يخلط المغرب شي يمضي على النص، لان هذا الهدف وهذا اتفقنا فيه بين النواب، وان شاء الله تكون هالحسه هذه حسه دور في افضل جو. ونعرف اللي فما ناس ما نجحتش وما همش باش يرجعوا، فما ناس نجحت ومتحمسين لمجلس نواب الشعب، لكن هذا اخذيناه بعين الاعتبار، وباش تكون حقيقه حسه رمزيه ما عندها حتى ابعاد سياسيه. نجم نقول جوستومون سي مونسا كيف بعد الانتخابات يظهر بعد البرلمان المقبل، فما برشا عباد يقولوا اي مستقبل اليوم للحوار الوطني، خاصه انه برشا عباد يقولوا ماذا بينا انه يولي مؤسسة قائمة ذات الحوار الوطني. في تقديرك هل الحوار الوطني اليوم بعد عنا بعد ما عنا برلمان ولي عنا رئيس منتخب كيف باش يقعد يلعب دور رباعي راعي الحوار الوطني، وإلا دوره انتهى وصل البلاد إلى أيدي أمينة؟ هو مسألة منطقية، معناتها هو سؤال محرج. أنا الإنسان نؤمن بدولة القانون ودولة المؤسسات، باقي نؤمن بدولة القانون ودولة المؤسسات. الحوار الوطني بالتركيبة متاعه أشراف الرباعي والدور اللي قام به بالأساس الاتحاد العام التونسي للشغل، هو جاء ولد الظرف، جاء في ظرف تفرض بها. علاش الظرف؟ ظرف هو الأزمة، فما ناس رافضة الشرعية الانتخابية وطالبوا بحل المجلس وطالبوا بحل استقالة الحكومة، والبلاد كانت على معناتها صفيح ساخن كما يقولوا، فهمت؟ الحل هو كونه القوى المدنية رات من الصالح للبلاد كونه تلعب هالدور هذا، وقت الاستجابة ليه بشيء من التفاوت والتدرج، لكن في نهاية الأمر العملية هذه أدت بالنتائج، لأن وصلنا. وهذا النموذج التونسي توا نهار باش يلخصوه المحللين السياسيين والمؤرخين، هو النجاح في التوفيق بين الشرعية الانتخابية اللي أنا تشبثت بها وقلت المجلس هذا ما يتحل إلا نهار اللي نمدوا المفتحات لمجلس البرلمان المنتخب لأن ما جيناش على أطناك، احنا جينا من صندوق الاقتراع. والشرعية هذه التوافقية اللي هي جات تحت ضغط المجتمع المدني والناس اللي ماهيش فرحانة على النتائج متاع الانتخابات، لكن ما صرحوش بهذا في نوفمبر، لكن تصرفوا كأنهم همش قابلين للانتخابات ونتائجها. التوافق هذا يلزم ديما نبحثوا عليه، يا هل ترى باش نحتاجوا إلى مؤسسة أون باراليل؟ هي المؤسسة هذه أو الفكرة متاع تأسيس الحوار الوطني ما ولا ينجم يكون عنده نجاعة إلا وقت اللي سي حسين العباسي صرح بشكل واضح وأنه الحوار الوطني يدعم المجلس الوطني التأسيسي ويدعم المؤسسة المنتخبة ولا يعوضها. احنا في الوقت الحاضر مازلنا كي خرجنا من انتخابات، ان شاء الله ما ثماش ازمات، اما نتصور احنا
لو كان فما أزمة ممكن الحوار الوطني يحتاج باش يعاود يقوم بدور. وهذا علاش نأكد ضرورة كونه على رأس الجمهورية يكون إنسان معدل ولا. معدل باش يقوم بدور الحكم. وهذا ما يمنعش كونه يكون حوار وطني موجود، يعني بالعكس معناتها ينجم يدعم. وهذا أنت كنت من الداعمين أنه اليوم نمشيو نحو رئيس توافقي، توافقي في العائلة الاجتماعية، لأني شفتها وأنها تمسحت من المجلس المنتخب. كاب أف إم الكلمة ليك.